معكم ياس ملوك شيخ الإنعاش الوطني. فكيف ما كتعرفوا فهذه مقبرة إسلامية فكتخصها شوية الرعاية، وهذه بادرة غير مسبوقة. فكيف ما كتشوفوا عمالة الإنعاش الوطني اللي هما حملة غير مسبوقة أيضا اللي قامت بها هذه البادرة، قامت بها المندوبية الإنعاش الوطني والعمالة التطوان. فالمقبرة الإسلامية فخاصة المعاونة ديال الساكنة التطوان والحفاظ على هذه المقبرة الإسلامية. فكنشوفوا مقبرات أخرين اللي هما ديال دول أخرين وديال دول غير إسلامية وعندها واحد الرعاية، فكذلك خصنا نكون عندنا واحد الحفاظ على هذه المقبرة الإسلامية. فكنشوفوا كاين بعد التهميج اللي تيكون من طرف الساكنة الصراحة، فالرعاية كتكون من طرف الدولة، فكاين تدخلات من طرف العمالة ولا من طرف المندوبية ولا من طرف الجماعات ولا من طرف جميع السلطات المعنية، ولكن كاين واحد شوية ديال التهميج من طرف الساكنة. فكنتمنى تكون واحد الرعاية اللي هي شاملة وليكون التعاون تجاه هذه المقبرة الإسلامية اللي كتحتضن المسلمين، كتحتضن شخصيات، رغم المقابر ما فيهاش شخصيات ولكن الحمد لله يعني كاين واحد، خاصة تكون واحد الرعاية متبادلة. فعمالة الإنعاش الوطني حد الآن اللي كاين يعني تتفوق العدد ديالهم أكثر من 300 عامل هنا في هذه المقبرة، فخاصها تكون المعاونة كذلك ديال الساكنة. وشكرا للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.